أنا اسمي عبد القادر علي صالح حتناوي من بلدة قباطي، وأنا ماشي بالشارع يعني حجزوني قالوا لي هويتك، أخذوني حجز عشان ابن أخوي مطلوب لهم هيك بالدعوة. لخص لنا الوضع. سجن مجده قمع كامل من الإدارة، بالذات الإدارة، وكل اللي بداوموا بيها طبعا دروز، هاي أهم شيء كنت تعرفوا إنه دروز، فيش بيها ولا جندي إسرائيلي يهودي، كله دروز وخاصة دروز حاقدين. وكمع كامل على كل الأصل، المحكوم واللي مش محكوم، والإداري واللي مش إداري. أخذوا كل أغراضهم الشخصية، يعني حياة معدومة من مرة من مرة، يعني تعذيب ما مرش تعذيب، والله العظيم والله العظيم صعبين وصف تعذيب كاتل عاهات بيعمل، يعني حياته ما مظهر التعذيب، تعذيب بس مناطق حساسة، بيقول بدي أحرمكم تقولوا لكم ولد يجي يقول يابا ولا يقول لأمه يما. عهات عهات ضرب كم يوم 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 والله يوم يوم تعذيب بتوصل درجة الموت، يشهد عليه الله فيش حدا يسألهم، عامل اشي مش عامل اشي، جاي عقضية عحجز ايش ما كان، ضرب كاتل كاتل والله العظيم موت، اقسم بالله لا بحترمه كبير ولا صغير ولا فوق، كل حفاش يجي يعني حفاش بالسجن معروف زي دكتور، فلان عنده سكري، فلان عنده أدوية مزمنية ممنوع عدمك، في ناس عندها أمراض مزمنة والله راح تجيكم أخبار بتخوف. أسأل الله إنه قبل ما نصل على المصول إنه اللي عندهم شرف وبيطلع بدهم يعملوا أي شيء يعملوا لهم إشي، يحاولوا عن طريق الدول من ما كان يعني يوصلهم رسالة اللي يوقفوا هذا الإشي، حياة إعدام إعدام، بيعاقبوا اللي بصير بغزة بينا إحنا هون، إذا بتبص على إسرائيلي بده يندعس عليك بالبسطار ويقعد يصوروا بيك فيديو ويتمسخروا ويضربوا وإهانات، يعني إشي لا يصدق، يعني مش عمايل تحكيك ولا بقولك عليك جاي خلاص، بعدين فيش داعي تعطي إفادة، هون بيعبي لك الدياس 6 أشهر إداري طوالي، يعني أنا محجوز، أنا مبين لا عندي قضية ولا شيء، محجوز عشان ابن أخوي مطلوب لدولة إسرائيل أنا، وعذبوني يشهد علي الله، عذبوني يشهد علي الله، الوجع اللي بظهري صعب صعب فوق ما تتصور، وفيش أدوية نهائي، إذا بدي أشفق عليك بجوز أنتك حبيت أكمل مش هتطولك أنا، هذا غيره لا، أما في ناس عندها سكري والله وضعها سيء، في ناس عندها مرض مزمن والله العظيم الدواء له 10 أيام وأكثر مقطوع، فيش حياتهم معدومة يا عمي، أسأل الله رسالتنا وصلت.